معانا دكتور مصطفى عثمان، هيتعرف نفسك. دكتور مصطفى عثمان، استشاري ومدرس طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر. وهيكلمنا النهاردة عن مشاكل ضعف الإبصار وتأثيرها على القيادة للناس اللي هي بتمارس السواقة على طول. فممكن حضرتك تكلمنا النهاردة عن مشاكل ضعف الإبصار وتأثيرها على الرؤية عند القيادة؟ طبعا ضعف الإبصار ده مصطلح عام، اللي حضرتك تقصديه ضعف الانكسار أو الأخطاء الشائعة في الانكسار زي طول النظر وقصر النظر والأستجماتيزم. في قصر النظر العين بتبقى طويلة شوية، فبالتالي الصورة بتقع أمام الشبكية وما بتكونش صورة واضحة قدام العين، بنحتاج نلبس نظارة طبية عشان نتجنب هذا الأمر. في طول النظر العين صغيرة شوية، فلذلك الصورة بتقع ورا الشبكية وما بيحصلش برضه إن الصورة تبقى واضحة. في الاستجماتيزم احنا بنشوف صورة سايحة ملهاش ملامح قوي، الألوان باهتة، فلازم الكلام ده يتصلح. علاج مشاكل الانكسار بواحد من ثلاثة، يا إما النظارة الطبية هي الأكثر شيوعا والأقدم على مدى التاريخ، العدسات اللاصقة ده حل جميل جدا خاصة للسيدات اللي بيحافظوا على جمالهم يعني ومنظر النظارة بيضايقهم، وإن كان ليها بعض المشاكل لأنها جسم غريب وممكن تعمل مشاكل في القرنية، والجراحات الانكسارية الجديدة زي تصحيح الإبصار بالليزك والليزك السطحي والفيمتو ليزك والفيمتو سمايل، واللي عملت حقيقة طفرة كبيرة جدا في علاج الموضوع ده وسببت راحة لناس كتيرة جدا كان بالنسبة لهم النظارة إعاقة وإن النظارة تتفقد ما يقدرش يكمل حياته ويمارس حياته الطبيعية. يعني واحد النظارة تتكسر مثلا ما يقدرش يسوق مشوار، واحد اللي بيلعب كورة النظارة اتكسرت منه مش قادر يكمل. طبعا ده كان بيفقد الناس كتير من متع الحياة، واللي اتحلت بالتقنية الجديدة اللي هي تصحيح الإبصار باستخدام الإكزايمر ليزر بتقنياته كلها بقى، سواء الليزك أو الفيمتو ليزك أو الفيمتو سمايل. تمام. طب حضرتك عايزين نتكلمنا عن التهاون في عدم لبس النظارة أثناء القيادة وتأثيرها على النظر، هل ده بيسبب ضعف نظر أكتر مع التركيز في القيادة؟ احنا هنقسم القصة دي لحتتين رئيسيتين. أولا الإهمال في لبس النظارة عند الأطفال الصغيرين ده بيعمل مشكلة كبيرة نقدر نقول إنها مصيبة، اللي هو كسل العين، لأن الصورة اللي واصلة للمخ في الفترة اللي بيكون فيها خريطته بتبقى ضعيفة ومهزوزة، فمهما كان الطفل ده بعد كده ما صلحنا له ما بيوصلش للصورة الطبيعية، لأن بيبقى حصل كسل في الوصلة العصبية ما بين العين والمخ، وده اللي بنسميه كسل العين. أما في الكبار فالإهمال في لبس النظارة رقم واحد بيخليه مش شايف كويس، بيعرضه للحوادث، رقم اتنين بيحاول إن هو يصلح ضعف الإبصار ده بإن هو يزر على عينه شوية بالطريقة دي هي، وده تحميل على عضلات العين وبيعمل صداع مزمن لناس كتير جدا. هو يجي يشتكي أنا عندي صداع على طول، طول الوقت عندي صداع، هو مش عارف السبب في إيه، السبب هو في ضعف الإبصار ده، هو إن هو بيحمل على عضلات عينيه اللي ما بقتش تقدر تقوم بنفس الدور زي وهو صغير، فده بيعمل له صداع مزمن ويعمل لنا مشاكل كبيرة طبعا. طب هل نظارات الشمس ليها تأثير سلبي أم إيجابي عند القيادة؟ النظارات الشمس يعني لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، إنها تبقى حاجة كويسة، يعني حاجة أوريجينال أو هاي كوبي، بلاش الحاجات اللي موجودة ده هي بتتباع في الصيدليات وعلى الأرصفة، الكلام ده غير آمن تماما تماما. لأن أما بلبس النظارة الشمس أنا بدي إيحاء للعين إن إحنا في ضلمة، لما بيحصل كده النني بتاع العين بيفتح عشان يدخل اكبر قدر من الضوء للشبكيه. النظارات الاوريجينال النظارات المحترمه يعني الماركات الكويسه بيبقى مركب عليها فلتر لحجب الاشعه فوق بنفسجيه، فبالتالي مش هتخش وتضر الشبكيه بتاعتك. انما الحاجات اللي هي مش حاجات اصليه وحاجات اي كلام للاسف ما يبقاش عليها الفلتر ده، فانا بوسع النني فيخش الإضاءة بكثرة بما فيها أشعة فوق بنفسجية تضر الشبكية. فلو هنلبس نظارة شمسية نتحرى إن هي تبقى حاجة كويسة ونتأكد إن فيها فلتر لحجب الأشعة فوق بنفسجية. تمام. طب بالنسبة لعمليات الليزج، والناس بتخاف إن هي، وخاصة الناس اللي هي أصلا شغلها القيادة، بتخاف إن هي تقعد فترة بعد الليزج ما تعرفش تسوق، فحضرتك تتكلمنا خالص عن خالص التقدم بقى اللي حصل خالص، في الليزك الاختبار. عملية سهلة لطيفة نتائجها لحد كبيرة كويسة ومضمونة، الريكفري بتاعها فيري فاست سريع جدا، يعني احنا ممكن بالليل تبقى الامور كويسة خالص. بيحصل شبورة 4 ل 6 ساعات عبارة عن اديمة في الفلاب بعد الليزي، بعد كده بتنحسر تدريجيا خلال 6 ساعات ما بتبقاش موجودة،
تاني يوم يقدر يمارس حياته الطبيعية، فخلاص الريكفري بقى سريع شوية. يمكن ده في الفيمتو سمايل أقل شوية، أو يعني بيبقى أبطأ شوية، يمكن ده في الليزك السطحي أبطأ شوية، ولكن في جميع الأحوال احنا بنتكلم في يومين 3 ويقدر يمارس حياته الطبيعية بدون أي مشاكل إن شاء الله. شكرا جدا يا دكتور.